حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. حذرت اللجنة المالية النيابية من عدم السيطرة على سعر صرف الدولار، مشددة على اتخاذ إجراءات جادة للشأن الاقتصادي وأتمتة الضرائب باعتبارها الأساس في المال والاقتصاد. وأكدت اللجنة أهمية تفعيل القطاع الخاص ودعوة المستثمرين والتجار لدخول السوق عبر تقديم ضمانات لهم، مع ضرورة متابعة سياسة البنك المركزي والمصارف الأهلية وإجراء تقييم لعمليات التداولات المالية للسيطرة على أسعار الصرف. أعلنت الجمارك الإيرانية أن حجم صادرات إيران إلى العراق قد بلغ 4,500,000,000 دولار خلال النصف الأول من العام الحالي. ونقلت وكالة إيرنا الإيرانية الرسمية عن إدارة جمارك إيران أن حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق قد بلغ 4,500,000,000 دولار من إجمالي حجم الصادرات الذي بلغ 24,144,000,000 دولار خلال النصف الأول من العام الجاري. قال مصدر في حكومة كردستان العراق إن وزارة المالية في كردستان تنتظر إرسال وزارة المالية في بغداد عبر المصارف الثلاثة مبلغ 700,000,000,000 دينار لصرف رواتب الموظفين الخاصة بشهر آب. وأضاف المصدر أنه من المتوقع أن تباشر بغداد بإرسال المبلغ على شكل دفعات نهاية الأسبوع الحالي، أي بعد إطلاق رواتب الموظفين المحافظات، لتقوم بعدها وزارة مالية كردستان العراق بإعلان جدول لصرف رواتب الموظفين. أكد خبراء اقتصاديون أن بطاقات التحويل والويسترن يونيون ساهمت بتهريب ملايين الدولارات إلى الخارج. وحمل الخبراء رابطة المصارف الخاصة المسؤولة عن انخفاض أو المسؤولية عن انخفاض قيمة الدينار، مضيفين أنها هي من خلقت الفرق الكبير بين السعر الرسمي والموازي بهدف تحقيق الاستفادة للمصارف والشركات الأهلية المنضوية تحتها، مؤكدين أن ملايين الدولارات تم تهريبها إلى خارج العراق وساهمت بثراء المئات من التجار وأصحاب الصرافات والمصارف الأهلية. وفي خبرنا الأخير، أكد خبراء اقتصاديون أن إجراءات البنك المركزي عاجزة عن السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء. وأشار الخبراء إلى خطورة البنك الأخيرة أو خطورة إجراءات البنك الأخيرة والمتمثلة بتوجيه المصارف إلى فتح باب التسجيل إلكترونيا أمام المسافرين من أجل الحصول على الدولار، وهو إجراء يؤجل مشكلة انخفاض الدينار ولكنه لا يعالجها بحسب المحللين، الذين أضافوا أن جذور المشكلة ليست اقتصادية بل لها جذور سياسية، ولا بد من إعادة النظر في السياسات التي وضعها البنك المركزي من أجل السيطرة على السوق الموازية. ولنا هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.